أنا محمد حسني، أنا الشريك المؤسس لشركة الأطباء المتحدون، وهي مجموعة من الشركات، هم 7 شركات في البداية، إن شاء الله بعد 6 شهور هيكونوا 7 شركات ومصنع أدوية ومستشفى خاص. إحنا عملنا ده بعد أزمة كورونا اللي موجودة دلوقتي لدعم الأطباء. هي الأطباء المتحدون هي اسم على مسمى، هي الشركة قائمة على مساهمات السادة الأطباء اللي هيكونوا موجودين في الشركة لدعم مساندة الحكومة المصرية في أزمة كورونا اللي حصلت موجودة، أثبتت إن الفترة اللي احنا موجودين فيها القطاع الطب الخاص هش، محتاج إن يكون في كيانات كبيرة مصرية تقدر تساند وتدعم زي الكيانات الغير مصرية اللي دخلت السوق المصري بشكل كامل وابتدت تستثمر فيه بشكل كبير. وإحنا أكبر سوق في الشرق الأوسط تقريبا كله في أفريقيا، وأكبر دكاترة موجودين ولازم ياخدوا حقوقهم، وإحنا عندنا أكتر من منصة إلكترونية تقدر تساعد المرضى إن هم يكشفوا وياخدوا استشارة قانونية من الأساتذة الكبار ويدعموهم بشكل كامل. وعندنا شركة تأمين طبي كبيرة هتكون موجودة فيها السادة الأطباء، بنساند بيها منظومة التأمين الصحي الكامل اللي بتقدم، بس احنا منظومة التأمين الصحي متخصص مش منظومة التأمين الصحي شامل لحد ما ده مؤقت وحيدعم بعد كده هيبقى خاص بالأطباء، لكن احنا حاليا هنساعد بيه الأسر المصرية كلها بقيمة صغيرة جدا سنويا لحد ما تطبق منظومة التأمين الصحي الكامل، وهيبقى المرحلة التانية بتاعته ان هيكون موجود ده للأطباء وأسرهم. وده عشان خاطر احنا الفتره الجايه دي كلها لازم نساند، طبعا احنا عندنا مصنع ادويه هيبقى انتاج محلي عشان البدائل المستورده كلها نقدر نساعد بادويه متخصصه تدعم الاقتصاد المصري بتاعنا، ومعانا اساتذه كلهم في كافه التخصصات في مصر موجودين معانا في الشركه، وهم اللي كمان بيقدروا يقدموا المقترحات الجديده ونساند، وعندنا صندوق تكافل الاطباء لدعمهم هم واسرهم عشان هم ده حاجه شكر ليهم على الفتره اللي فاتت اللي عملوه معانا في كورونا، وهم خط الدفاع الاول واكبر المتضررين، ولازم القطاع الخاص يساعد ان هم الحكومه المصريه في ده. وشكرا، بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شكرا ليك، شكرا.